عامل دلوقتي المحمره لسه واكلها امبارح. الامانه حماتي عملتها لي بصراحه، انا اكلت صوابع وراها بس ما اكلتش الطعم ده قبل كده، فسالت اتعملت ازاي وايه تفاصيلها. بصراحه يعني عجبتني جدا، انا اول مره اعملها. فانا كنت بعملها زمان بالبقسماط بتاع الكحك اللي هو بتاع اللي بيتعمل بانيه اللي هو بتاع التوست، انما نعملها بالبقسماط بتاع الشاي دي كانت مفاجاه. ايه السر يا عم الشيف؟ بقسماط بتاع الشاي، شطه، طحينه، دبس الرمان، وكمان شويه عين جمل مطحونين، وعصير ليمون، وزيت زيتون، غير كده مفيش، وشويه ملح وشويه فلفل، وما بتاخدش توب. فسالت ايه طعمها؟ لا انا بعملهاش كده، ما بتبقاش طعمها كده. فبحثت من هنا لهنا خدت السر. السر ان البقسماط بتاعنا الجميل الحلو اللي احنا بنستهزى بيه عليه سمسم. ركزوا بس والله العظيم اللي انا بقوله ده اهم من اللي انا هعمله، عشان الموضوع سهل، انا هضرب دول في الخلاط واغرفهم زي الحمص الشام او زي المتبل وكل، وخلصت الحدوته وخلاص. البقسماط ده اللي هو المحمص اللي بنشربه مع الشاي، في ميزه ان السمسم اللي على وشه محمص لما بيطلع هو سخن من عند البيكري المخبز يعني او الفرن اللي بنشتري منه، ريحته بتقلب الشارع زي حبه البركه كده سبحان الله المخبوزات. فطحن البقسماط مع السمسم المحمص في قلب الخلاط هو ده السر. اول ما حطيت ايدي على السر قلت والله لاعملها بكره، جيت اعملها اهو. شفت صراحه احسن من كده، هناخد البقسماط نحطه كده اه، موضوع لطيف وزي بدل ما بيتحط في الشاي بيتحط فين يا عم الشيف؟ في قلب الكب. كفايه دول، كفايه دول، ودي كمان عشان الحبايب نعمل طبق كبير والحبايب. واول حاجه هنعملها ننعم ده شويه، وهو بينعم هننزل بيه بقى. ركزوا معايا واكتبي ورا، يلا ازعاج. طبعا اسف جدا. المخرج بيقول لي طب ما طحنتش ليه دي قبل الفاصل؟ انا حابب انبه عن المعلومه ديت لان هو ده السر، ولما بحط ايدي على السر وخطوه النجاح اللي بتدينا الابداع بركز فيها شويه. ده الطحن ناعم جدا اهو، بص عليه كده بعمل زي البقسماط او زي التوست اللي احنا بنعمل فيه البانيه اهو، ناعم جدا اهو زي الدقيق. حلو الكلام ده، طعمه حلو قوي. هنقفل كده عليه، ورقه وقلم بقى وسجلوا ورايا اللي احنا هنحطه واحنا شغالين مع بعض. اول حاجه دبس الرمان ينزل عليه، شوف ازاي القوام دبس الرمان نزل بالشكل ده كده، ولا نخلي شويه نزين بوم الطبق. حلوه، ركزي واكتبي ورايا المقادير دي ارجوك، هتدعي لي والله العظيم. لو قدامك خروف ضاني هتاكليه بعون الله. هننزل بالطحينه يا ويلي، طحينه عينيا حلو قوي. هننزل بقرن فلفل حار سبايسي قوي حلو. وانا شغال كده لقيت في طريقي شطه حلوه سوداني جايه من السودان اهي، حلوه دي كده اهي سبايسي الاكله دي، خلي بالك ننزل بشويه عين جمل كل ده وانا شغال واحده واحده عين جمل، ممكن تحطي لوز بس هي بعين جمل حلوه عامله زي صلصه الشركسيه كده. كل دول يا عم الشيف، كل دول شيل الحاجات دي من هنا بقى عشان نشغل الخلاط بتاعنا ونشوف القوام اللي احنا هناخده دلوقتي بالشكل ده كده مع زيت زيتون. وشغل خلاطك يا عم الشيف. حلوة.
تمام. فريق الاعداد وفريق الاخراج كله عايز يعرف انا حطيت ايه في الخلاط. حلو قوي. اللي انا حطيته في الخلاط معانا منه هنا اهوت، حطيت عين جمل، حطيت زيت زيتون، حطيت شطه نوعين، فلفل اخضر حار بتاعنا وفلفل متيبس جاهز، وحطيت دبس الرمان، وحطيت كمان شويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا. واشيل الخلاط ده كده ونشوف الخلاط فيه ايه. واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. ونصب الخليط ده يا عم الشيف ويتقدم بألف هنا وشفا كده للي ياكل منها هيدعي لي. يا ويلي اسمها المحمره عينيا. دي بقى حطي بقى دي كرومي خروف ضاني. والله انا متعشي ومش جاي نفسي على حاجه كلها زي ما حصل معايا كده اهو. دي طبعا هتجمد شويه. حلو الكلام. نزينها بزيت الزيتون ونقدمها بألف هنا وشفا اهي. يا دلعك يا شيخ. مطبخنا من كل مطابخ العالم بنقدمه على شاشه القناه الاولى بطعم تاني وبشكل تاني. والقلقاس باللحمه، الخضره باينه والقلقاس باين. عملنا اكله مشهوره جدا في المطبخ اللبناني والسوري اسمها المحمره مقبلات الشيف.